مساء الأكلات الحلوة اللي تفتح النفس، أكلة عيد الفطر ماشي، أكلة شم النسيم ماشي، أكلة يوم زهقانة من الفراخ واللحمة ويعني نفسك تحدقي كده برضو ماشي. هعمل النهاردة رنجة، عندي وصفتين هعملهم النهاردة معاكم بالرنجة، أتمنى إن هم يعجبوكم ويفتحوا نفسكم. يلا بينا شوف هنعمل الرنجة إزاي. معايا النهاردة كيلو رنجة، كيلو رنجة ده هعمل بيه وصفتين، وصفة للناس اللي بتحب تاكل الرنجة نية بدون ما تعرضها للحرارة، ووصفة تانية للناس اللي بتحب تاكل الرنجة بس بعد ما تعرضها للحرارة. خلاص؟ طيب أنا عندي النهاردة كيلو رنجة، عملت فيها إيه؟ قطعت الدماغ بتاعتها وقطعت الديل بتاعها. للناس اللي ما بتحبش تشوي الرنجة على البوتاجاز بعمل إيه؟ بجيب طاسة كده ما بتلزقش زي دي، وشغل النار على اعلى درجه واحط الطاسه تسخن قوي، اروح حاطه الرنجايه من غير سمنه ولا زيت ولا دهون ولا اي حاجه. اول ما تحطي الرنجايه كده هتلاقي الجلد بتاعها بيتفتح، تقدري تشيلي الجلد بسهوله وتقدري تخليها بسهوله زي ما انت ايه عايزه. دي طريقه علشان ما تبهدليش البوتاجاز بتاعك زي حالاتي ما بحبش اوسخه. يلا نشوف هنعمل ايه. بصوا اخدت اربع شرايح هخليهم لوصفه واربع شرايح تانيين هخليهم لوصفه، كل جنب منهم قطعته اتنين كده زي ما انتم شايفين عشان اسهل على نفسي، حطيتهم جنب بعض كده وهبدا اقطعهم مربعات او مكعبات كده بالشكل ده كله مره واحده عشان الرنجه ما تتهريش منكم وتبقى كلها قطع قد بعضها، يبقى شكلها حلو كمان في الطبق. قطعها لي بقى كده مربعات او مكعبات صغننه مش كبيره على قد اللقمه. اول حاجه هنعملها هي وصفه الرنجه اللي على البارد. طيب عندي هنا ايه؟ هعمل الاول الدريسنج اللي هجهزه واحط فيه الرنجه. طيب عندي 3 معالق او 4 معالق طحينه حسب الكميه اللي انت عاملاها. انا النهارده عامله نص كيلو طحينه للوصفه، نص كيلو طحينه ايه، نص كيلو رنجه، نص كيلو رنجه للوصفه دي. دول كده 3 معالق كبار طحينه. طيب هنزل عليهم بايه؟ عندي 3 معالق كبار مايونيز. عايزه اقول لكم المايونيز مع الطحينه في الرنجه يا جماعه اللي ما جربوش ما يستغربوش، بس غير لما يجربوه تحفه، هتخليها كده هاديه حتى لو رنجتك حادقه، حتى لو انت ضغطك بيعلى عايزه تاكلي حاجه كده يعني تكوني في الامان، الطحينه على المايونيز تحفه. عندي عصير ليمونتين كده حلوين انزل بيهم على الدريسنج، خلي الثانيه للوصفه الثانيه. عندي معلقه خل مش كبيره، هي معلقه واحده بس يعني مش كتير، قصدي معلقه واحده بس خل. وعندي مثلا 3 معالق زيت، عندي رشه بسيطه كمون، انا مش هحط ملح طبعا لان الايه الرنجه مملحه كفايه. قلبولي بقى الدريسنج الجميل ده مع بعضه وتعالوا نشوف هنحط عليه ايه. خلاص خلصت بقى الايه الدريسنج بتاعي، عندي بقى ايه شويه فلفل رومي كده يعني واحدايه اتنين هنزل بيهم على الدريسنج. عندي ايه تاني؟ عندي بصل احمر مقطعاه مربعات كده ايه وسط او صغيره حسب ما انتوا بتحبوا، وعندي بصل اخضر. انا هخليكم ما تاكلوش حاجه خالص جنب الوصفه دي، حطوا البصل بتاعكم كله، بصل اخضر وبصل احمر. عندي شويه شبت، الشبت بقى مع الرنجه والمايونيز والطحينه عالمي، شويه شبت حلوين كده، ودي بشر جزرايه هترطب على القلب كده بقى وايه وتزود لكم قيمه غذائيه، ما احنا برده عايزين ناكل حاجه يعني مفيده. للي بيحب الفلفل السبايسي يحط واحد او اتنين مقطعين اي تقطيع، انا حطيتهم حلقات عشان اللي مش بيحبوا يعرف يطلعهم الايه من الوصفه بسهوله. قلبولي بقى الكلام الحلو ده، لو لقيتوا الخليط بتاعكم تقيل مع الخضار ممكن تزودوا شويه ميه صغنططه بس خلاص، او زيت لو انتوا ما كترتوش الزيت بتاعكم. اخر مكون بقى هننزل بيه هو الرنجه اللي احنا قطعناها مكعبات، لقيت الخليط بتاعي تقيل قوي مع الخضار فرحت حاطه سيكه ميه. بصوا بقى سموزي كده وايه ابن حلال يعني. انزلوا بقى بالقطع الرنجه بقى ايه المربعات دي على الخليط. خلاص كده وصفتنا جاهزه، نديها تقليبه حلوه واقول لكم على اخر تركه بقى في الطبق العظيم بتاعي دي. يعني نقول سلطه رنجه بس مثلا فيها جزر، انا مزوده جزر. انا يا جماعه ما بحبش احط طماطم في سلطه الرنجه سامحوني، بحس ان هي بتزفر بتزود زفرتها، اللي حابب يزود طماطم. انزلوا بقى بالكلام التحفه ده، التحفه يعني انا مش قادره امسك نفسي، زي ما قلت لكم انا ما بحطش معاها طماطم. اللي حابب يضيف اي خضار بقى براحته يعني، اللي انتوا اللي عايز يحط خيار، انا لا بحب احط خيار ولا طماطم على الرنجه بصراحه، بحس ان هي بتزفر، معرفش مين زيي يعني، بيقولوا لي في الكومنتس بقى لو حد زيي، بحب احط فلفل بصل كده يعني الكلام اللي ما يزفرهاش. بصوا بقى بما اننا بناكل دايما 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 بطاطس محمره مع السلطه الرنج عموما او سلطه الرنج او فانا قلت بقى ايه اخليها لكم اتنين في واحد. فعملت ايه؟ جبت بطاطس وقطعتها مربعات كده زي كده وقالتها طبق، ده بقى طبق سفره يعني تحطيه كده الناس تغرف كده بالمعلقه شياكه. بصوا بقى تعالوا كده معايا، تعالوا
بصوا بقى حطوا لي بقى مكعبات البطاطس كده يا جماعه. احنا برضو بنقدم رنجة بس يعني ما يمنعش ان احنا عنينا تستمتع بالاكل. وكمان اللي هيغرف يعني اللي هياخد معلقته قدامه بقى في الطبق بتاعه هياخدها بالبطاطس، ولا تقعدوا تتقلوا بطاطس ولا تقعدوا تحطوا ايه قصادكم بطاطس تقعدوا تخطفوها من بعض، اللي هياخد معلقة وشكرا. بصوا الجمال، ايه رأيكم؟ لا لا قولوا لي ايه رأيكم، ما تخبوش عليا يعني. شوية شبت كده في النص، والف شكر ليكي يا سلطة الرنجة بالبطاطس. وصفة الرنجة بتاعتي التانية بقى سخنة على النار للناس اللي يعني موسوسة شوية ان هي تاكل الرنجة نية. هعمل ايه؟ هنزل بثلاث معالق زيت في الطاسة. تمام؟ تمام. عندي ايه هنا بقى؟ عندي بصل اخضر زي اللي قطعناه في الوصفة الاولانية، وبصل احمر هنزل على الزيت ويا دوب يتبلوا، مش عايزة طبعا احمرهم، انا عايزة احس بطعم الخضار كده، انا بقرشه كده مع الايه باكله يعني بيقرقش معايا. خلاص انزلوا بقى بالبصل كده يا دوب يدبل، نشوف هنعمل ايه. البصل هنا عندي اهو، بصوا يا دوب انا عايزاه بس يدبل يشم النار واشم ريحته. حلو الكلام. طيب عندي هنا فلفل رومي وايه وسبايسي زي اللي حطيناه برضو على الوصفه الاولانيه، انزلوا كده بالفلفل. وعندي معلقه هريسه هنزل بيها على المكونات الحلوه دي. بعد ما الخضار بتاعي يا دوب دبل هنزل بطماطم. انا الوصفه دي هحط فيها طماطم، ليه؟ لاني مش هاكل الطماطم نيه، الطماطم يعني هسويها كده بتاع خمس دقايق، فالزفاره يعني ميكس الزفاره اللي ممكن تعمله مع الرنجه هتروح. خلاص انا هنا حطيت الطماطم وهنزل عليها بمعلقه خل، معلقه خل كبيره، هحط كده شويه سائل يعني علشان ادبل بس الطماطم شويه، رشه كمون. انا كده يعتبر مكونات الوصفه بتاعتي كلها خلصت. كل اللي هستناه بقى ان الطماطم بدل ما هي كده لسه كده مكعبات تدبل شويه، يبقى في صوص شويه في الموضوع. اخر مكونين هنزل بيهم هتشوفوهم دلوقتي. عندي هنا بقى الخضار بتاعي كله دبل كده ويعني ونزل بقى الصوص بتاعه، اخر مكونين هحطه الرنجه اللي انا قطعتها مربعات او مكعبات. خلاص هنسخنها بقى شويه كده يعني هتاخد لها 7 دقايق بس. وبعد ما احط الرنجه هحط عصره ليمونه او 2 على الموضوع ده. على فكره الوصفه دي حلوه قوي، مززه كده تحسوها، انا سميتها مسقعه الرنجه. خلاص لان هي اشبه بالمسقعه بس بالرنجه والليمون والخل، تحفه طعمها مزز قوي. وللناس اللي بيخافوا ان هم ياكلوا الرنجه نيه هتظبط معاهم كتير. هنسيبها 7 دقايق ونرجع نقدمها مع بعض. عايزين تحطوا رشه ملح؟ انا هحط رشه ملح بسيطه لان انا الرنجه بتاعتي دلعه. خلاص رشه ملح كده بسيطه، اللي رنجته حادقه يكتفي بالملح اللي في الرنجه بس. ودول كانوا وصفتين الرنجه الطعمين المتواضعين بتوعي. وكالعاده 30,000 جنيه عيش واضرب يا باشا. الف هنا وشفا على قلوبكم، تاكلوها دايما وانتوا بصحه وعافيه. جربوها، واللي بيعملها بطرق مختلفه يقولي في الكومنتس. اشوفكم دايما على خير. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.